احنا نقدر نحول مبلغ شطيت سوري. أنا اليوم موجودة في شركة كويتية تعتبر من الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية، واللي حصلت على العديد من الجوائز على مستوى الكويت والخليج والشرق الأوسط. اليوم بنتعرف على هذه الشركة أكثر وعن قرب. فهد، بداية أنا كعميل شنو اللي يخليني أحول الملة للصيرفة؟ تتميز الملة للصيرفة بالسهولة والسرعة والأمان في التحويلات المصرفية. السهولة عن طريق الأفرع المنتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت، وعندنا التطبيق الإلكتروني وعندنا الموقع الإلكتروني اللي عن طريقه نقدر نحول بأي مكان وبأي وقت إن شاء الله. ونتميز بالملة للصيرفة في السرعة في التحويلات المالية، السرعة عن طريق أن احنا نقدر نحول إلى جميع أنحاء دول العالم، وعندنا خدمة الفيزا اللي عن طريق العميل يقدر يحول لأي بطاقة فيزا عن طريق رقم الفيزا فقط، والحوالة توصل بنفس الوقت إن شاء الله. وبالنسبة للأمان، شركة الملة تستخدم أحدث أنظمة الحماية العالمية اللي نقدر نحافظ على بيانات العميل بسرية تامة. إنزين فهد، إذا الحين بسألك على أكثر التحويلات اللي يسويها المواطن وتوفرها لهم الملة للصيرفة. التحويلات عندنا نوعين من التحويلات، تحويلات أفراد وتحويلات الشركات. تحويلات الأفراد أغلب العملاء يعني تحويلات تكون تحويلات للعمالة المنزلية، ولكن عندنا حلول كثيرة بشركة الملة للصيرفة أن نحول المصاريف الدراسية، المصاريف السياحية، وتحويلات الاستثمارات الخارجية. أما بالنسبة للشركات عندنا قسم مختص لجميع المعاملات التجارية خارج دولة الكويت. في تحدي مسوينا الملة للصيرفة وهو وايد وايد حلو، إن أنا أقدر أحول مبلغ مالي إلى خارج الكويت لبطاقة فيزا خارج دولة الكويت، حلو؟ فأنا قلت بجرب هذه التجربة، والحلو بالموضوع إنه خلال دقائق ويتحول المبلغ. هذا الشيء بالنسبة لي تحدي كبير، فقلت شنو، بحول المبلغ حق صديقتي اللي موجودة في تركيا وبحوله على بطاقتها الفيزا وبشوف هل هو فعلا يوصل خلال دقائق ولا لا. كل اللي علي ان انا اعطي اسم المستفيد، رقم البطاقة ومبلغ التحويل، فالحين بنشوف مع بعض. صارت؟ حولت؟ يلا الحين ننطر نشوف. أنا أحب التحديات اللي كذي ترى، والملة للصيرفة دايماً أهم كذي عند كلمتهم. سلام، هنشوف. دزت لي مسج، تم التحويل، تم التحويل. دقايق. الشغلة هذه وايد وايد حلوة، خاصة اللي عندهم أهل في كل دول العالم أو أصدقاء حابين إن هم يحولوا لهم مبلغ مالي على بطاقة الفيزا. هذه الشغلة بالنسبة لي توفر لي الأمان والسرعة والسهولة اللي أنا أبيها.